مرحبا بكم، انا فرح احمد. اذا كنتوا اول مره تتفرجوا في القناه ما تنسوش باش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم خرجت بكم شويه من الدار ومن القضيه، وحتى هنا فما قضيه زاده، وجبتكم للكارفور باش نعمل شنيخه قضيتي، قضيه الشهر. حبيت نوريكم كان فما حاجات هكا دي تريك ولا حاجه، نجم ننصحكم اذا فما بروموسيون. انا راني ملكه البروموسيون، انا كل وين فما بروموسيون تلقوني انا موجوده فيه. حسيلو وهاكم معايا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بالحق حبيت نبدل شويه، حبيت نشوف اذا فما حاجه نودكم بها، وان شاء الله فرجه ممتعه للناس الكل. بنات فيديونا اليوم هو راهو يحكي على مستلزمات القضية الشهرية، يعني حاجياتنا الغذائية للقضية الشهرية. لا إله إلا محمد رسول الله. نعرف اللي نسيت تونس حراير، نعرف اللي البنات بارك الله ما عادش يحيروا في وقتنا تو، أما هاكا حبيت نعاونكم نعطيكم فكرة شاملة وعامة وقت اللي تستحقوا، ولا وقت تبدو حيرين أنا شو باش نشري أنا شو باش نوزن، ادخل للفيديو وتفرج وإن شاء الله الفايدة تعم على الجميع يا ربي. وانا هاني رجعت بعد ما خرجت، رجعت كنت عندي حاجات باش نخدمهم. وهاكم معايا الحق، فما افريات فما دي بروموسيون يجيبو كيف حاجات هكا، كل ديما راهو الواحد والله يستنى هالبروموسيونات كيما تعرف. داخلة خارجة داخلة خارجة، اللي يدخل باش يقضي ينزلو وما توفيش القضية. بنات مازلت كي كملت القضية توا، هاني خرجت وراكم معايا نوريكم القضية تاعي والأثريات اللي عملتها، وهاكم معايا. البنات توا باش نوريكم السبيسه كيما يقول بابا الله يرحمه، هي القضيه. الفيديو هذا كي تبدا المراه باش تقضي تدخل تتفرج وتقيد شنو اللي ينقصها ولا شنو اللي يلزمها، ساعه ساعه يبيع على مخنا. لا اله الا محمد رسول الله، فما حاجات راهي موجوده عندي ما شريتهاش خاطر باقي عندي من قبل. وريتكم الحاجات اللي خذيتها، وتو نحكي في الفيديو زاد على الحاجات المهمه اللي لازم تكون موجوده في الدار. البنات تو باش نبدو على بركة الله. أول حاجة باش نقولها لكم في قضيتنا لليوم، ما فيهاش دجاج ما فيهاش العظم خاطر عندي،
البيض وما فيهش اللحم اللي هو معناتها هذيك معناتها حاجات اخرى، والخضره زاده ما فيهاش. يعني توا اللي باش نحكي عليها هي مواد غذائيه. الحاجات اللي موجوده عندي من قبل باش نقول لكم عليها شنو هو اللي يلزمنا في قضيه الشهر حاجات ضروريه. انا راني مانيش نحكي على اللي عندهم الصغار معناتها خاطر فما الكوش وفما الحليب الزايد، انا باش نحكي على العائله شنو تستحق في قضيه الشهر. باش نبدو على بركة الله، خلنا نبدلكم. انا اليوم لقيت بروموسيون في السويتو، السويتو الاربعة لقيتهم باربعة الاف وميتين، خذيتهم هذوما راهم باهين. يتحطوا وقت تعملوا فريت، وقت تعملوا مقلي بأي انواع، ومعناتها تستحقولو بالقدية تمسكوا بيه، معناتها باهي برشا. توا شريت زوز استيكات تحليب، انا للشهر زوز استيكات تحليب نحنا نشربو في الشهر معناتها في بنهارين كم، معناتها نعرف روحي اللي نستهلك باكو كل نهارين. مثلا تزيد عليه لا اله الا الله محمد رسول الله يجيكش حد، ديما خلي بالزايد شوي. انا خليت استيكتين خاطر نحنا توا معناتها مانيش في اول الشهر، برسك في الجمعه الثانيه نتاع الشهر، ولهذا ما خديتش برشا حليب، خديت كان زوز. وعندي قبل هنا لقيت بروموسيون في الجبن، الجبن لقيت 48 طابع لقيتهم ب 8000 وحاجه. هو الحقيقه راهو ال 24 يظهر لي جو كروا اللي هو توا ولا ب 5000 وحاجه. يعني كي تشري زوز كي تشري 48 ديجا ربح فيهم حكايه 2000 2000 وحكايه. غير خذيت 48 طابع، هنا الزبده لقيتها على 2000 حاجه هكا، معناتها لقيت فيها بروموسيون حصيله خذيت منها 400 غرام زبده. لازم الزبده تكون في الدار معناتها نستحقول، هذه الزبده انا راني مش معناتها التارتين، معناتها انا نستعملها لشنو ولا لا محمد رسول الله، نستعملها هذه للحلو للحاجات هكا فهمتوني. معناتها باش نوريكم الزبده لا اله الا الله محمد رسول الله جبتها من عرش محطوطه الزبده اللي ناكلها تو نشوفها لكم. المهم هنا ناخذ الكسكسي، انا باش ننصحكم البنات خذوا كسكسي برطل، ما تاخذوش بو كيلو برطل. يعني تستعملوا وقت الحاجه تجبدوا، معناتها كي تبدا الكميه شويه هكا ما تبقاش تحل في باكو كبير وين باش تحطوا. انا راني ما نحبذش كثره القص لو كثره الحكاك، وزيد كيما تعرفوا اللي الكواجين توا معناتها مطابخ بصفه عام ما هي شكل كبيره كيما قبل نتاع العوله، خاصه نحنا الجينيراسيون نتاعنا معناتها الكواجن نتاعنا صغار شويه، ما نعرفش فما ناس كواجينها كبار. اما المهم خذوا برطل، خذوا برطل، برطل وقت اللي تحدج بتعمل شويه هاكا خير لك من تاخذ بوكيل. وراهي ديفيرينس نتاع 20 فرنك فيهم، معناتها هو الكبير ب 795 وهذوما الباكو فيهم ب 400. عتاخذ هذا وقت اللي تحق تجبد تعمل رطل خير من انك تحل باكو بوكيل ويفسد لك شطر وتنجم حتى يدخل لك فيه السوسه. وكان عندك سطل حط في السطل هذيك حاجه اخرى. مي انا النصيحه ليا منكم، انا هنا ناخذ اربعه، قولوا لي علاش اربعه. نعمل نقرا بحساب اللي كل اسبوع باش نعمله مره، حتى لو ساعات ما نعملش راه ساعات تبدا اكثر، حتى المقرونه ساعات اكثر من 10 ايام باش نعمل مره، ولكن هكا معناتها احتياطي. انا باش نعطيكم قضيه الشهر، باكو في الجمعه تخليه باكو الكسكسي ليلى محمد رسول الله، كيف كيف الفارينه، الفارينه زاد ناخذ حتى هي ناخذ اربعه باكوات، هما اربعه باكوات للفارينه استعملوا هنا ليلى محمد رسول الله. نعمل نخلي ديما نقول لكم البنات راهو مش بالضروره انا راني باش نستعمل الكيلو كامل في الاسبوع يعني، لكن هاني نخلي عندي هذم اربعه فرينه. هنا باش نعطيكم راهي القضيه نتاع الشهر اللي معناتها قسموا هكا، هذا نظام، نظام ديما حط روح كل جمعه شنو باش تستاهل، وكي يفضل لك من شهر لشهر بركه من عند ربي. هنا شريت خضر، انا معناتها كنا مسافرين ما عنديش القضيه برشا معناتها نقضي، خذيت المهم هذه قضيه نسميها انا قضيه الشتاء، خذيت الكربوناتو اللي هو بيكربونات صودا،
خديت الخميره نتاع الجاتو. هنا انا خديت واحده فيها 10 ساشيات، الواحده فيهم 13 غرام خير، معناتها انا يساعدني هكاك خير. وهذه خديت العشرة زادة حتى هي فيها 10 وفيها 10 غرامات. هنا ديما الكريم فريش، راني انا نحب الكريم فريش، معناتها نستعملها في الحلو وفي الحاجات، او ديما ناخذ كريم فريش. هذوما حاجات معناتها انا باش نعطيكم الاساسيات، والاخرين يبقوا معناتها كل قدير وقدر، وكل واحد على شنو ينجم على شنو يقدر ويخلط. هي سميد متوسط، ديما خلي في الدار سميد المتوسط. سميد المتوسط ساعات راهو تستحقوا له، مثلا في الحساء، يعني الحساء اللي هو الحسوب التونسي زدر، ولا المهم تستحقوا لهذا. ديما خلوا عندكم، خاصه نحنا توا ماشيين على فصل الشتاء، يعني في فصل الشتاء ديما تكثر لنا الاستهلاك الجاري، الحاجات الجاريه اكثر. هنا كيف كيف شفتوا البنات نعمل كل اسبوع، معناتها الحاجه ناخذ منها قطعه لكل اسبوع، اربع اسابيع نقول اي كان بقينا حيين بخير، وكان كتب لنا ربي باش ناكلوهم هنا كليناهم، ما كليناهمش ياكلوهم علينا ويرحموا علينا. هذوما سميد ارطب، ناخذ اربع لكل جمعه نستعمل، حتى ولو ما استعملتش هكا زيت الخير ما فيها ندامه تخليه للشهر اللي بعده. هذوما اربعه ناخذهم، سميد ارطب نعملوا به الملاوي، نعملوا به المطبقه، نعملوا به الخبز، يعني مهم انك تاخذوا. شفتوا الكميه كيفاش، اربعه نعمل كل اسبوع نستعمل واحد. ده هنا عندي بسكويت، انا البسكويت راني ناخذه يعني نقول هدايا اللي فيه بروموسيون 900 كيلك، معناتها نقول خليه يبدا موجود عندي في الدار. سبحان الله يبدا يجيكم مش حد على غفله، باش نوريكم حاجات انا نشريهم نقول سبحان الله يجينيش حد على غفله. به هنا المقرونه راهو كل واحد شنو يحب، انا وكون نلقى نحنا شعب التونسي رانا شعب المقرونه. خديت هذه، خديت سباجيتي، وخديت جرابت زاد جي باهية الجرابت، خديت كانلوني هذيا ممكن ياسر، معناتها حتى كان ما استعملتهاش راهو الشهر غير تبقى، راهو الحاجة استعمال هي يدوم، المهم شوفوا التاريخ نتاعها. نعمل بها مرة شو أخذ أي، وتاخذ والروز. هما حاجات راهم انا عندي باكو من قبل، كان صدقني ربي يظهر لي عندي باكو، هي عندي باكو من قبل، خديت توا باكو. اوكي نقسم ارطل خاطر مصلي عني بي الروز يسكى بالكدا. هنا هذوما المعجنات، هنا خديت اللازانيا، سبحان الله على شهوة على اي حاجة وكنستعمل. هنا البنات خديت طماطم بوكيلو، انا عندي قبل طماطم حكة، زد خديت وعندي مش عندي مسكر، عندي واحدة الحقيقة، عندي واحدة محلولة اما ما زلت معبية، وانا كما قلت لكم في الاسبوع الثاني متاع الشهر، واللي هذا من خذش معناتها اكثر من اللي حاجتي بيه في الطماطم نورمال، معناتها نرجع نجم ناخذ من بعد. هنا الزبدة، الزبده هذه اوميغا 3، انا نحب مثلا هذه تجي في الخبز وفي اللي تحبوا عليه انتم. هنا طن خديت، شفتوا حاجه راني نقص، سبحان الله ما نعرفش ناكلو يكتب لنا ولا ما يكتبناش، اما هوينا يبقى تحب مثلا خاصه الحاجات هذه الخفيفه، نقول ديما معناتها نجمو نستعملوها وقت اللي نحيرو. هنا عندك الهريسه انا راني نموت على الحار، الناس اللي يعرفوني مريضة بالحار. هنا عندي اربع حكايك صغار، ناخذ الصغار ما ناخذش الكبار، خاطر كي الكبار تتحل في كراس، ومهما تقولي باش تعمل لها وتحطها في بولار وتحطها في ما نعرفش شني، انا نحب ناخذ خاصة اللي ما عندوش عيلة كبيرة، اللي عنده عيلة كبيرة وتستهلك صحة وباش فالية، ناخذ اربعة كيما قلت لكم، نقرا بكل انه كل اسبوع نستعمل كعبة. هنا لقيت هذه بروموسيون برغم انا راني
معناتها الشوكولاته والحلو، راني ما ناكلش حلو برشا وما ناكلش معناتها المالح برشا، فكين كي بدني يطلب الحاجه باش ناخذها، سينو راني ما عنديش كثر استعمال للحاجات الحلوه ولا المالحه، مانيش وكاله هك ما عنديش شراها برشا. باهي هذه خذيتها، سبحان الله يجيك شو واحد الصباح مثلا تحط له يفطر، معناتها حتى كان ما تاخذش انت مثلا داركم ياخذوا كل هاوين يلزم يبدا موجود وقت اللي تستحق تجبد. هنا هذوما توا مازلت ما كملتش البقيه، خذيت هنا هذه طماطم بيتزا، كيف كيف طماطم البيتزا انا كي ناخذها صوص البيتزا، قلت انا طماطم البيتزا صوص البيتزا كي ناخذها راني ناخذها نقول يجي شي حد على غرادة، نبدو نحنا تعبين، يبدا ما فماش طماطم كحب في الدار، يعني هوني يبدا عندك قضيه في الدار تسترك روحك للناس اللي جايه. سبحان الله. هنا خذيت الجازوز، الجازوز ولو اني راني ننصحكم نقولكم ابعدوا على الجازوز يعمل هشة العظام، اما ميساج الجازوز يجيك حد بالحق، يجيك حد وانتي ما عندك شيء، ديما خلي في الفريجيدير نتاعك حاجات معناتها في الثلاجه حاجات وقت اللي تستحق تلقاهم موجودين. الجازوز لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا هذه السكر فانيليا بالزهر، وخذيت الخميرة الخبز، خميرة الخبز زادة ضرورية تحطوها في الدار، هذه عندي واحدة قديمة وزادة خذيتها لقيتها بحكيت 500 فرنك متاع شوكولا شو، خذيتها قلت ممكن نهار من نهارات الواحد يبدا تعب ما عينوش ولا حاجة اوكي يستعملها. هذه تبلت لي هنا بالكيكة، هذه اسمه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، كريم شانتيه، هذه كريم شانتيه نتاع الحلو فيها زوج ساشيات، لقيتها بروموسيون زاد لقيتها في التخفيضات خذيتها. وهنا عندي مشتيتها معناتها نتاع الكلاص، ولا وين نعرف نعمل الكلاص هكاك نجربو لكم مره من غير الساشي معناتها من غير ما يكون حاضر. خذيت هذوما كين مرقاز، انا راني ما نكش اللحم، هذوما جوني نتاع المزرعه كين مرقاز، اوكي خذيتهم قلت سبحان الله نجمو نتهلكوهم نهار من نهارات هكا، هذا يسمى سوسيس فومي اللي هو السوسيس المدخن، تحطو معناتها وتاكل منه صحه وبالشفاء، حاجات هكا تفاتف ديما ديما الواحد ينتوش ويحط معناتها يخبي شويه يتحقش نهار. هذه الكويكه كيف كيف يجيك ضيف عنده صغير على غفله كذا معناتها تلقى ما تعمل ما تلقى ما تحضر له. هنا شابلور هكاك بالرغم انا نعمل شابلور نتاع ديري وما نستعملش ما عنديش كثر استعمال، اما خديت وحده شابلور هذه رخيصه رخيصه طول يظهر لي ب 600 فرنك ولا 500 فرنك اوكي باهي راهي مش دونيه. هذه معناتها شو سموها بالعربي هي شابلور مسحوق البسكوت مكتوب عليها هاي مسحوق البسكوت. لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا شو ندخل في المواد التنظيف، لا استغفر الله قبل مواد التنظيف باش نكمل لكم مازال اي خديت جبن هذا خديته باهي يعني نحبه نعمله في هذا حليب محلى ما غير منه راهو الماركات راهو ما تتقيدوش بيا انا. هنا خديت شامبينيون نقول ساعة ساعة الواحد يعني يبدل يعمل شوية وصفات. وهذه مايس، هذه الذرة، شتيتي البنات شنو نوريكم راني كيما الصغار في قضية الشهر، بابا الله يرحمه كي كان حي كان يجيب لي باكو الشوكولاتة في قضية الشهر، لازمك باكو الشوكولاتة مايسترو لازم من غير ما نسمي الاسامي قبل والله يا حسرة، ويجيب معناتها فما قضيات معناتها يجيبهم لي ليا انا خصيصا ليا انا يقول باش تاكل منهم بنتي. هذه دنو قبل كنت نحبه معناتها ولتوا الحقيقه ما تو معناتها مش برشا ما عادش كيما قلت لكم عندي برشا، اما اشتهيته ما نعرفش كريته واشتهيته. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه اللي قلت لكم عليها جرابر، خذوا الببوش باهي راهي تجي جاري تجي باهي، انا نحبها تعجبني ببوش الصغيره هيا. الجاري هذه اسباغيتي، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذايا غر تعجبني نتاع خوخ، انا نحب الخوخ ولقيته هو معناتها
فيه كيما الحبيبات هذايا معمول بالخوخ عجبني خذيت منه، وزاد فيه بروموسيون هذايا فيه بروموسيون ستيل الحقيقه نحنا راهو ستيل نحبوه، ستيل راهو من اول الدنيا معناتها من اول الحاجات الموجوده في الدنيا في تونس معناتها هما الحليب تاع ستيل، وهذوما راهم من اصح مك لقدم لقدم يعجبني معناتها حتى سمو باهي معناتها 400 فرنك وتو زاد عاملين فيه بروموسيون 300 وكي. هنا الجافيل، جافيل زاد بروموسيون ضروري تاخذوا جافيل للدار، ما تنسوش تاخذوا الجريزيل، ما تنسوش تاخذوا الشوك اذا ما عندكمش في الدار، ما تنسوش كيف كيف المنظف نتاع السسمو لا اله الا الله محمد رسول الله الارضيه، فما حاجات راهي ضروريه في الدار. هذه تسمى قضيه الشهر. انا شريت انا السكر عندي، السكر عندي من قبل الحقيقه ما خذيتش، لا اله الا الله محمد رسول الله القهوه عندي من قبل ما خذيتش، ولو اني راني ما نشربش قهوه جمله وما نشربش تاي، اما كمان ساعه ساعه نشتي هكا نعمل مش نشتي مثلا كي تبدا لما نتاع عائله ولا حاجه او كان نسرق معاه، خاصه القهوه مع الملاوي، جربوا القهوه مع الملاوي، انا ما نشربش قهوه جمله اما مع الملاوي تجي بنينه تعجبني. لا اله الا الله محمد رسول الله. كما قلت لكم قهوه اللي عنده بوه ربي يحفظه ولا اللي عندها راجلها يحب التاي، التاي زاد يدخل في قضيه الشهر، تاي اخضر ولا احمر كيف كيف. لا اله الا محمد رسول الله. الصابون الشامبوان الحاجات هذيك الكل انتم تعرفوا دونت فريز زاد لازم معناتها تعملوا بحسابكم تدخلوا في قضيه الشهر. لا اله الله شنو اخر معناتها بالنسبه لهذه المواد اللي معناتها يمشي الواحد يقضيها قضيه كبيره. كما قلت لكم الخضر والخضره والغله والحاجات هذيك، الغله تسمى يوميه يعني بالشهوه ولا اسبوعيه، فما ناس تقضي بالاسبوع الخضره نتاعها والغله نتاعها، فما ناس تقضي بالنهار وكل قدير وقدره، راهو رانا ناس الكل رانا الطبقه الوسطى نتاع المجتمع التونسي، وكل واحد هاكا مش يتحين يعني يزلبح في الدنيا هكا شويه منه وشويه منه ويخبي باش يلقى الغدوه، وهذيك هي الدنيا معناتها يلزمنا نستحقوا. هنا البنات لقيت بروموسيون في نتاع غسيل الماعون، هذا ديكس لقيت فيه وفيه 3 لتر، اعجبني اعجبني صوم زاده خذيت منه. ولقيت حاجه باهيه زاده، لقيت المقالي هذوما، المقالي هذوما لقيتهم 25 دينار الزوز، كانوا ب 50 برسك دينار، ماهمش يعني لمتين متين مي كمان نستحقولهم معناتها هاكا حاجه نظيفه تستحفظوا عليهم، استحفظوا بركه ما تقرقشوش بالسكينه ولا بالفرشيطه ولا بالمغرفه الحديد، حاولوا تسيسوهم وكهو، ما تحكوش بحكاكه الماعون بحكاكه الحديد اللي خذيتها، حكاكه الماعون وحكاكه الحديد راهم يدخلوا في القضيه نتاع الشهر، ما تحكوش بهم برشا. حلوين عجبوني، واحده فانت اي 24 سنتيمتر وجكروا الاخرى راهي 26، نتصور راهي 26 اني يعني مثبتش فيها خاطر مازلت محلت همش مازالوا مسكرين، عجبوني. كيما قلت لكم هذه تاع الغسيل الماعون، استغلوا الفرصه وقت اللي تبدا فما بروموسيونات، خذوا من هذوما وخبوا يعني نحوا من القضيه وخبوا، اشروا هكا وخبوا. انا عندي دبوزه بلاستيك، مش دبوزه نتاع قبل، مش تاع قبل يعني نتاع كانت مليانه فيها البرودوي، كي فرغت مرمتهاش ووليت نستعمل فيها نعبي فيها في الهذوما الكبار، وليت نعبي نتاع كل شهر، والله تفضل راهي معناتها اقتصاديه، كي تعرف كيفاش تستعمل وتبدا على يد واحده مش فرنك فرنك تقعد تصلح. البنات هنا باش نوريكم شنو زاد حاجه اخرى خذيتها، حاجه معناتها تذكرني بالزمن نتاع قبل بالحق، حاجه بنينه ياسر ذكرنا بقبل شتيتها، هذه الكريمه نتاع قبل، هذه الكريمه اللي انا خلقت في الدنيا اول كريمه ريتها، فديما فما النوستالجي يعني ديما فما الحنين للحاجات القديمه مهما جت حاجه جديده، بالرغم راني نستعمل كل شيء الانواع الكل، اما شنو هذه
شدني الحنين اني نحب نستعملها، خاصة تذكروا قبل تبدا باكو عليه نص يطرى عليه 4 مغارف سكر نبدو نحنا ندوروا في الدار. كنت معناتها بالحق دي حاجات نتصور راهي الناس كلها تتذكر فك هي متقبل، هي متقبل اللي كي كانوا جدودنا يحكوا لنا، كانوا جدودنا حتى كان دخلتكم الكلام فينا، كي كانوا جدودنا يحكوا لنا على قبل ويقولوا انتم جيلكم انتم توا كي نحنا كبرنا نفس الشيء، ولينا نقولوا هالزمان هذا ونحنا جيلنا قبل الخير. يعني سبحان الله، يعني جيل كل جيل يجي يتخيل يتذكرك الزمن الجميل بتاع الصغرى اللي عاشوا. انا جاي نقول لكم هنا، قولكم هاي هي قضيتنا، هاني وريتها لكم ان شاء الله ما طولتش عليكم الفيديو، ربي ينزل بركته ان شاء الله في علينا. القضيه حاولت نقول لكم كيفاش تقضوا، معناتها حاجات بالحق ما تقولوش هاي تستعرض ولا حاجه، وراهو شيء راني حبيت نوريكم، يعني نعطي فكره للبنات اللي حتى اللي معرسات الجدد. نحنا قبل معناتها كلي تتعلم، تتعلم انك تعرف فاش تستحضر، تعرف فاش تقسم قضيتك، تعرف كيفاش، مش معناتها كل شيء زي. وراي هذه القضية اللي ما خدتها ان راهي اللي باش يفضل منها باش يتنحى ما يتخذش الشهر الجاي بحول الله. يعني اللي باش يقعد مانيش باش نخسره قضيته توا، ما نرجع نقضي مرة اخرى الا ما يفرغ اللي عنا، وان شاء الله ديما عنا، وان شاء الله ربي ينزل بركته ان شاء الله على بلادنا وعلى عبادنا، ورب بيرزق كل محروم ويعطي للمسكين والقليل. ويلزمنا نحنا نرحموا بعضنا، ويلزمنا نخموا في الجار اللي ما عندوش، ويلزمنا نخموا في الصاحب اللي ما عندوش، ويلزمنا نخموا في الخوي اللي ما عندوش، نعاونوا بعضنا. راني بالحق مانيش نفتي ولا راني لاني شيخه ولا شيء، اما راهو باهي برشا انه نتفكروا بعضنا ونحنوا على بعضنا ونكرموا بعضنا باش ربي يكرمنا. كيما يقول رب ارحموا من في الارض يرحمك من في السماء. فعلا معناتها تو معناتها ان شاء الله نكون فتكم بالحاجات البسيطه، ان شاء الله ما نكون نسيت حتى شيء هكا. معناتها وقت التوابل هذيك انتم تعرفوها وتعرفوا شنو هو ليزيبيس اللي تستحقوا لهم في الشهر. كيما قلت لكم هو التنظيف، ما تنسوهاش، حاولوا ديما اشروا هكاك، اقضوا بالكونتيتي، وحتى اللي يفضل لكم استعملوه لين يفرغ لكم الشيء الاخر. انا اليوم قاضيه معناتها نهار 9 في الشهر ما قضيتش قبل، خاطر القضية بقت معناتها وقت لي وفت الواحدة وين هي يمشي يقضي. يعني مش اللي نبدأ كدس حط كدس حط، لا، تقضي قضية متاع شهر تقعد لك أكثر من شهر خير وبرك، وحبست لك مع الشهر الحمد لله يا ربي يفضل فضل تعاود ترجع. إن شاء الله نكون فتكم، وحبيت نبدل شوية الجو معكم، فيديو مختلف على السابق، إن شاء الله تكون حصلت الإفادة. البنات نسيت موردكم الشامية، الشامية اللي يحب الشامية يحط زاد الشامية مع الزبدة، صحة وبشفاء ليه. نقول لكم هذه كنت تقبل تحب الشامية صبا اللي جيبها بابا الله يرحمه، كانت خضراء وحمراء وبيضاء، هي التوا موجودة يظهر. نرحموا بعضنا، الناس بالناس، الناس للناس والناس بالله. بالحق يعني نقسموا مع بعضنا، مثالش الدنيا راهي فانية. راني ان شاء الله ما نكونش معناتها راني مانيش نوري ولا اش عندي ولا اش ما عنديش، حبيت نفيد نساء، نساء اللي في ديارهم اللي حايرين كيفاش قضيت، والبنات اللي هكا جدد في المسؤولية باهي راهو تتعلموا كيفاش تقسموا الشهر. لحظاقة باهية توا مقالي كامش نقول لكم في أمان الله، تبقوا في رعاية ربي وفي حفظه، ومن هنا الغادي نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد مع نصيحة جديدة من القلب للقلب. ونقول لكم سلام، وإن شاء الله كان عطانا ربي الصحة والعمر والوقت، نتقابلوا في فيديو جديد.